المصلي الذي صلى بكل أركانها وواجباتها ولكنه لم يسع فيها لله تبارك وتعالى، نقول إنه صلى لكنه ما صلى. صلى صلاة ظاهرة مقبولة في حكم الشرع الذي علمناه، لكنه ما صلى تلك الصلاة الكاملة التي وصف بها المؤمنون كلا في الآية السابقة، وهي قول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون.